أهلا بيكم في لؤلؤة الريفيرا التركية، مدينة فتحية الساحلية. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن كل حاجة بتخص مدينة فتحية، من أسعار الطيران وأسعار الباصات من اسطنبول، واتكلمنا كمان عن أسعار الفنادق والأنشطة وأسعار الأكل. النهاردة بقى هنعمل اكتيفيتي جميلة جدا في فتحية، وهناخد جولة جميلة جدا في المركز الرئيسي والسنتر المدينة. اللي قدامكم ده طبعا هو نصب الشهداء بتاع مدينة فتحية، لان زي ما قلت ان مدينة فتحية تم تبادل اليونانيين مع الاتراك اللي كانوا عايشين في اليونان، وجم الاتراك عاشوا في مدينة فتحية. وده بقى المارينا الجميلة بتاعت مدينة فتحية اللي مهما مشيت عليها مش هتشبع منها. الجمال بتاع المراكب واليخوت الجميلة وقعدتك قصاد البحر والنظافة المكان يا جماعة، دي من اهم الحاجات جدا جدا جدا. النهاردة احنا هنعمل جولة ورحلة في بحر ايجا او في البحر المتوسط، وهي اسمها رحلة ال 12 جزيرة اللي هي 12 ايلاند بوت تريب. زي ما انتم شايفين ده الساحل بتاع مدينة فتحية، وعليه كمية مراكب ويخوت كتيرة جدا. وزي ما انتم شايفين برضو هتلاقوا زي مكاتب كده على ايدك اليمين، ودي كلها علشان تقدر تطلع رحلة مع احدى البواخر دي. المكاتب دي بتكون فاتحة طبعا بعد الساعة 6 او الصبح بدري علشان انت تقدر تحجز الرحلة بتاعتك. رحلتنا النهاردة هتكون على احدى المراكب اللي موجودة في مدينة فتحية. زي ما انتم شايفين ان الدنيا هادية جدا جدا في بداية فصل الصيف، يمكن احنا لسه في الربيع طبعا لان الربيع بينتهي 21 يونيو، احنا لسه موجودين في اول شهر يونيو. الدنيا هادية جميلة جدا جدا والشمس ساطعة، النهاردة كان حظنا حلو. الرحلة بتاعت البوت تريب دي بتبقى يوم كامل، فول داي، من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المغرب. دي الخريطة اللي هي عبارة عن ال 12 جزيرة اللي احنا بنزورهم في رحلتنا دي. طبعا ممكن يبقى في توقف بدون نزول، وفي توقف بتقدر تنزل فيه البحر بس ما بيبقاش فيه نزول على الجزيرة، وفي توقفات تانية بيبقى فيه نزول على الجزيرة على حسب الجزيرة. وطبعا الرحلة دي بيبقى ليها كذا روت، يعني مش لازم هم نفس ال 12 جزيرة المراكب دي بتطلعها، في مراكب بتطلع 12 جزيرة مختلفة او ميكس، يعني كل واحد وحسب الروت بتاعته، وده تقدر تعرفه وانت طالع الرحلة. طبعا الرحلة بتبقى في البحر، فانت بتستمتع طبعا بجمال الجزر اللي كلها اشجار مع لون المية التركواز اللي موجود في فتحية. واللون ده يا جماعة ده طبيعي، ما فيهوش اي اديت ولا اي حاجة، يعني بالعين الحقيقية هتقدر تشوف الالوان دي. طبعا اسعار الرحلات دلوقتي في فتحية رحلة ال 12 جزيرة بتبتدي من حوالي 450 تركيش ليرة، طبعا دي قابلة للزيادة مع زيادة اسعار الدولار. طبعا اسامي الجزر واسامي التوقفات انا مش حافظها طبعا، بس هحاول اكتب لكم معظمها، لان هما طبعا 12 توقف ويختلفوا طبعا زي ما قلت لكم من روت للتاني. طبعا جزيرة جوشيك دي جزيرة قريبة من مدينة فتحية، هو زي ما شفتوا في الخريطة هو بيلف في بحر ايجا اللي قريب من فتحية. طبعا زي ما شايفين طبعا في اشكال مختلفة من المراكب، في بقى السيلينج بوت وفي المراكب الجديدة، يعني كل واحد بقى وحسب اختياره للرحلة اللي طالع عليها. طبعا الرحلة دي بتكون شاملة الغدا والمشروبات، وفي بعض الرحلات بتكون شاملة برضو بعض الالعاب المائية زي البنانا بوت والجيت سكي، بس دي طبعا بتبقى على حسب السيزون. يعني طبعا زي ما انتم شايفين كل جزيرة وليها شكلها وليها طابعها الخاص، وكلهم بيكتملوا مع بعض ان هم مية فيروزية تركوازية جميلة. هنا بقى ده احد توقفاتنا، وهنا بقى لازم بقى تستمتع بالبحر ايا كان درجة حرارة المية، يعني احنا مش صارفين يا جماعة عشان ما نستمتعش بالمية. المية زي ما انتم شايفين المية شفافة، المية بجد شفافة وجامدة جدا جدا جدا. انا بنصح اي حد يروح فتحية لازم يعمل رحلة ال 12 جزيرة دي يا جماعة وما يفوتهاش، من احدى اجمل الرحلات والانشطة اللي موجودة في فتحية. بعد ما بنسيب المكان ده بنروح على مكان تاني، وطبعا
ما احلى وما اجمل الاماكن في فتحيه. وعلى فكره الاماكن دي ما بينفعش تروحها غير عن طريق طبعا المراكب او الرحلات البحريه، سواء بقى كانت رحله بحريه خاصه انت اخذت مثلا مجموعه اصدقاء واخدتوا يخت صغير، او مع المراكب السياحيه اللي انتم شايفينها دي. ده الاكويريوم بيتش او منطقه الاكويريوم، بيسموها الاكويريوم لان هي فعلا زي الاكويريوم، حاجه يعني غايه في الجمال والروعه. زي ما بقول لكم المشترك هنا في الموضوع ان المايه التركواز بتبقى مع اللون الاخضر. طبعا الناس اللي بتحب بقى تقعد على سفح السفينه او المركب دي وتاخد تان بقى وتستمتع باشعه الشمس لو هي موجوده في وقت مثلا ربيعي او وقت في اخر الصيف الخريف الشمس مش هتكون قويه، الناس بقى اللي بتحب تنزل الميه تعمل سنوركلينج، الناس اللي بتحب تعمل هايكنج ممكن تنزل على الجزيره. زي ما انتم شايفين يا جماعه على مدى العمق انت شايف الميه كريستال. انا برشح طبعا للناس بعض المراكب وهكتب لكم اساميها، وطبعا كل واحد قبل ما يحجز في مركب يحاول يدخل يشوف الريفيوز بتاعتها على الفيسبوك او على جوجل، يعني علشان برضو تبقى عارف انت طالع على ايه، لان في برضو ناس بتقول لك الرحله هيبقى فيها كذا وكذا وكذا وما بيحصلش حاجات منها في الاخر. ده مكان تاني برضو موجود في طبعا في فتحيه، وهو جيملر ايلاند او كامل ايلاند، يعني في مكان اسمه جزيره الجمل، هي على شكل الجمل فهم سموها جزيره الجمل. وفي طبعا الساند باند ايلاند، في يعني ايلاندز كتيره جدا، في مسميات بالتركي وفي مسميات بالانجلش، فاحنا مش هنقعد نحفظ، احنا بنستمتع بالمكان وعلى حسب هم ما هيوقفونا احنا هننزل وهنستمتع. وفي بعض الرحلات تانية بتطلع من اولد نيس برضو اسمها الست جزر، يعني رحله الست جزر مش 12 جزيره، ال 12 جزيره بتطلع من فتحيه بس، انما رحله الست جزر بتطلع من اولد نيس، والرحله للباترفلاي برضو من اولد نيس. طبعا زي ما انتم شايفين التصوير من فوق بقى بيوري لك متعه المكان، ودي اللي بقول لكم عليها جزيره الجمل او الكامل ايلاند او جيملر ايلاند ايا كان بالانجلش او بالتركي او بالعربي. انا بصراحه ما ركزتش مع اسامي السبوتس او التوقفات اللي احنا عملناها، لان الواحد اهم حاجه ان هو يستمتع. من الحاجات المهمه اللي عايز اقول لك عليها انك تاخد سان بلوك معاك، طبعا تاخد ادوات السنوركلينج بتاعتك لو انت يعني عامل حسابك هتنزل وتعمل سنوركلينج، تستمتع على قد ما تقدر. فخد معاك حاجات، خد معاك سناكس، خد معاك ميه، لان طبعا اسعار المشروبات هتبقى على المركب غاليه، لان انت ليك مثلا واحده كنز او واحده ميه والغدا وبس، فانت موجود طول اليوم كله، فخد سناكس معاك، خد فاكهه عشان طبعا البحر بيجوع، خد ليمون لو انت بيجي لك دوار بحر، يعني حاول برضو تعمل حسابك على كل حاجه. احنا هنا يعتبر تقريبا خلاص خلصنا الرحله بتاعتنا بتاعت ال 12 جزيره او ال 12 توقف. زي ما انتم شايفين طبعا كانت اماكن جميله جدا، انا حاولت اختصرها لكم بسرعه، شلت يعني شلت حاجات كتيره من فقره الغداء وفقره بقى حاجات كتيره. طبعا المركب بيكون عليها بعض الميوزك التركي والاغاني والرقص، وعلى حسب طبعا المجموعه اللي موجوده معاك على المركب هي اللي بتعمل الجو الجميل ده. احنا هنا يعتبر خلاص راجعين تاني وداخلين على فتحيه بورت او على الساحل المارينا بتاع فتحيه. طبعا كل ما كانت الرحله شباب اكتر فهتلاقي المتعه احلى والتهييس والرقص والغنى. وطبعا الرحله زي ما انتم شايفين بتنتهي قبل غروب الشمس، فانت هيبقى معاك وقت برضو انك بقى ترجع ممكن تتمشى على المارينا، تروح تاكل في احد المطاعم اللي على البحر او جوه المدينه، ودي هعمل لها فيديو تاني لوحده ايه هي افضل المطاعم واسعار الاكل اللي موجوده جوه فتحيه. وممكن كمان تروح اولد نيس من فتحيه تقضي هناك بقيه اليوم وترجع تاني لفتحيه بالليل. من الحاجات المهمه اللي عايز اقولها لكم يا جماعه ان فتحيه اجمل وقت ليها زي ما قلت لكم هي شهور بدايه الصيف واخر الصيف، شهور الذروة الصيف اللي هي شهر 7 و8 و9، حاول تتجنبها، مش هتلاقي الدنيا فاضية كده وهتلاقي الأسعار أغلى وهتلاقي إن أنت مش عارف تستمتع أوي. بس طبعا في ناس ما بتبقاش فاضية غير في وقت الصيف، فاللي هو عنده فلكسبيليتي في الوقت يطلع في الوقت اللي أنا بقول عليه ده. أتمنى تكون رحلتنا النهاردة عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. وهو ده اليخت كلاب اللي بقول لكم عليه، ده شاطئ خاص من اجمل الشواطئ اللي موجوده، وتقدر تدخله بفلوس. طبعا في شواطئ
كتير تانية مجانا في فتحية اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، وهعمل لكم فيديو مخصوص عن الشواطئ بتاعة فتحية وطريقة الوصول ليها ومين أجمل شواطئ فيها. طبعا في شواطئ مشهورة جدا زي طبعا الكاليس بيتش والأولودينيز بيتش والباترفلاي فالي والكيدراك وكباك، يعني أسماء كتيرة جدا أنا قلتها قبل كده، بس هعمل لكم فيديو تاني بقى عن الشواطئ السرية اللي موجودة في فتحية. رحلتنا النهاردة في فتحية انتهت، لكن مغامرتنا في فتحية لسه مستمرة في الفيديوهات اللي جاية، فما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا اللي جاية، ومع السلامة.